البشوشين، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكايه جديده. وحكايتنا اليوم على القراب والكنز المدفون. ايوا لا بغيتوني نعاود لكم الحكايه بالغوليه رجايه، كبروا الشاشه وطلقوا البشاشه وبقوا معايا حتى نهايه الفيديو. كان يا مكان يا سادة يا كرام في سالف العصر والاوان، وكان حتى كان احتكى الله في كل مكان، واحتكى الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. كان يا سيدي في واحد القبيله شي فقها كيقلبوا على الكنز. في يوم من الايام حفروا واحد الحفره حتى وصلوا للقاع ديالها وعرفوا بانه كاين فيها الكنز، ولكن لقاتهم واحد المشكله، وهذا المشكل هو ان هذيك الحفره دوك الجان اللي خازنين هذاك الكنز تما كاينه خصهم واحد المواصفات تكون في هذاك السيد اللي قدروا يسلموا لي هذاك الكنز. والمشكل هو ان حتى واحد في دوك الطلبه اللي كانوا كيقلبوا على الكنز ما فيه دوك المواصفات. مشاو كيقلبوا في القبيل على شي واحد تكون فيه المواصفات اللي طالبها داك الجن اللي حارس داك الكنز. وهما كيقلبوا غيتلاقاو مع واحد القراب، وهذاك القراب اللي لقاوه كان هو الانسان المناسب اللي غادي يقدر يدخل ويجبد داك الكنز من ديك الحفره، لانه كانت فيه كاع المواصفات اللي طالبها الحارس ديال داك الكنز. مشاو لعندو وقالوا ليه ودي احنا راه حفرنا واحد الحفره وصلنا للقاع ديالها وعرفنا باللي كاين الكنز تما، ولكن خصنا واحد السيد يكونوا فيه واحد المواصفات معينه، وهاد المواصفات راه كتنطبق عليك تماما نتايا. فلا بغيتي تمشي معنا نهبطوك تجبد هاد الكنز، وملي غادي نخرجوا الكنز راه غادي نقسموا معك وما غاديش نضيعوك. هذاك القراب مسكين كيشوف راسو النهار وما طال ما كيصور حتى شي حاجه، دوك الفليسات اللي كيصور يلاه يجيب بهم ما ياكل وما يشرب وشوف تشوف، وهو يقول لهم بسم الله نمشي معاكم. المهم اتفقوا معاه على الليله اللي غادي يمشيو فيها لديك البلاصه. وصل داك النهار اللي قالوا ليه، مشاو تجمعوا كاملين في الغابه وقصدوا هذيك البلاصه اللي حفروا فيها. ملي وصلوا قدام الحفره قالوا لهذاك القراب شوف كاينين شي شروط ضروري خصك تعرفهم، وهذا الكلام اللي غنقولو لك راه مهم ومهم بزاف، اي حاجه قلناها لك خصك ديرها وما ديرش شي حاجه اخرى. القراب مسكين تخلع شي شويه، ولكن اللي شجعو هو ان داك الكنز اللي غادي يخرج من تما وغادي يقسم معاه. قال لهم واخا قولوا لي شنو كاين. قالوا لي شوف الى هبطتي في هذه الحفره غادي توصل لواحد البلاصه غادي تلقى فيها الماكله والشراب وما لا الدواء طاب، ما تاكل حتى شي حاجه من داكشي، وغتزيد تهبط واحد شويه غتلقى واحد الفراش ديال الملوك وديال الامراء، ما تجلس فيه ولا تنعس فيه، وإلا هبطتي لتحت ولقيتي شي واحد ما تهضر معاه ولا تكلمه، وملي غتوصل للقاع ديال الحفره غادي تلقى الكنز، هز منه شحال ما بغيتي وعلاش ما قديتي وطلع في حالاتك. وقالوا ليه وياك تما وياك تعطل وسط من ديك الحفره، لان هادشي اللي قلنا لك خصك ديرو في واحد الوقت قياسي، وإلا مشيتي حتى تعطلتي تما راه غتسد الحفره وتما بقيتي. القراب قال لي صافي هاد الشروط هي اللي كاينه، قالوا لي هادشي اللي كاين، وهو يقول لهم على بركه الله. المهم وصلوا دوك الفقهاء قدام ديك الحفره وجبدوا البخور ديالهم وبداو كيقراو وكيعزموا على داك الكنز. شدوا هذاك القراب وربطوه من الحزام ديالو بواحد القنب وهبطوه في هذيك الحفره، وقالوا ليه ملي توصل لتحت وتجمع داكشي اللي جمعتي من الكنز غتجر القنب بحال هكا غنعرفوك راك ساليتي غادي نهزوك نطلعوك الفوق. المهم داك القراب تم غادي هابط في ديك الحفره، يلا نزل واحد شويه وكيلقى واحد الميده فيها من الماكله ما للدواء طعم، غير بانت ليه ديك الميده وبان ليه الماكله والشراب اللي فوق منها نسى داكشي اللي وصلوا عليه الفقهاء، جلس وبقى ياكل 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 حتى شبع ما تلقى قد ياكل. ملي سالى الماكله هو يتم غادي عاوتاني هابط، غير هبط واحد شويه وهي تبان ليه واحد الناموسيه فاخره ديال الملوك وديال الامراء، غير شافها ومسكين هو شبعان عيا وتجبد فوق الناموسيه ونعاس تما كاين حتى شبع. ملي فاق بالناس كيلقى قدامه واحد الحسكه، وديك الحسكه كانوا فيها ثلاثه الشمعات، شمعه صفراء وشمعه حمراء وشمعه كحلة. باللي شاف ديك الحسكه قدامه كانوا فيها ثلاثه الشمعات قال غادي نشعل وحده فيهم باش تشعل لي شويه الضوء اللي غادي يقدر يوصلني حتى للكنز، وما غادي يشعل غير الشمعه الصفراء. ملي شعل ديك الشمعه الصفراء في اللحظه والحين خرجوا ليه شي جاريات من اجمل ما يكون، وهما يبداو يشطحوا ليه ويغنوا ليه وفرحانين لحيت جعلهم. القراب مسكين ملي شاف دوك الحسنوات كيشطحوا ليه وكيغنيو ليه نسى داكشي علاش هابط وبدا كيشطح معاهم ويغني معاهم حتى هو. الفقهاء عياو ما يعزموا، عياو ما يديروا في البخور وكيتسناو في داك القراب يطلع، ما طلعش، وقالوا اش كاين ما كاين، انا نجروا الحبل ربما السيد وقعت لي شي حاجه. ملي جروا الحبل باش يطلعوا القراب كيلقاو الحبل ما مربوطش كاع عند القراب، لانه ملي كان كيشطح مع دوك الجاريات والحسنوات حايد الحبل ونسى داكشي علاش هابط وبقى مقصر مع راساتو. الزهر الزهر.
المهم دوك الفقهاء ملي جروا القنب جروها خاويه وبقاو كيعيطوا لي بسميتو يعيطوا ملي شافوه ما جاوبهم ما طلع لعندهم قالوا هذا 100% وقعت ليه شي حاجه وخافوا وجمعوا البخور ديالهم وجمعوا القش ديالهم وهربوا بحالاتهم. والقراب بقى مقصر ليه مع راساتو مع الجاريات والحسنوات والنشاط حتى شهر. واحد شويه القراب تفكر الفقهاء ومشى كيجري لذاك الحبل باش يحركو زعما باش يطلعو. ملي مشى كيقلب على الحبل ما لقى حتى شي حاجه. ملي شاف هكاك قال واقيلا هادي هي الخره ليا هنا بقيت حتى غتسد عليا الحفره. وجلس للارض وبقى كيخمم كيفاش غيدير حتى غيخرج من ديك الحفره. وحده من دوك الحسنوات بان ليها القراب مهموم ومغموم وغا كيخمم وهي تجي لعندو وقالت لي مالك مغموم ومهمون حنا ناشطين وفرحانين وانت يا شتك ما شي هو هذاك. قال له الداخل لا الله وصافي. قال له راه دوك الناس اللي كيتسناو فيه الفوق راه داو الحبل وما كاينش كيفاش ندير باش نخرج من هاد الحفره هادي. وحتى من الكنز اللي جيت على قبله ما لقيت منه حتى شي حاجه. هي تقول لي ديك الجاريه صافي هادشي هو اللي مخليك مهموم ومغموم بحال هكا. قال لي هادشي اللي كاين. قالت لي شوف ما تخمم ما تضرب حساب لتا شي حاجه. هاد الحسكه هادي راه مصوبه على قبلك انت. داكشي علاش غادي نقول لك واحد السر. الا طفيتي الشمعة الصفراء غادي نمشيو حنا كاملين وما غتبقى فينا حتى وحده. ويلا شعلتي الشمعة الحمراء غادي يخرج لك واحد الجن غادي يلبي لك كاع الرغبات ديالك كاملين اللي بغيتيهم. ويلا شعلتي الشمعة الكحلة غادي يخرج لك واحد العدد كبير ديال الجن اللي قادرين يغلبوا جيش ديال الإمبراطورية كاملة على قدو. وقالت لي نزيدك واحد السر اخر اكثر من هذا. هاد الحسكه هادي كما قلت لك مصوبه لك انت. ويلا مشى شي واحد تاخذ هاد الحسكه وبغى يشعل شي وحده من هاد الشمعات راه غيخرج ليه واحد الفرق ديال الجن وما غادي يخليو فيه غير اللي بغا. القراب غير سمع هاد الهضره وبراد قلبو من الداخل. وداكشي اللي دار طفى ديك الشمعه الصفراء وهو يشعل الشمعه الحمراء. غير شعل الشمعه الحمراء وهو يخرج ليه واحد من الجن. قال لي شبيك لبيك كل شيء بين يديك طلب اي حاجه دابا تحضر لك. وإلا بغيتي كاع قبل ما تكمل الطلب ديالك غتلقاه منفذ. واي حاجه بغيتيها في السند ولا في الهند تحضر لعندك. قال لي اسمعني سيد العفريت بغيتك تهزني من هنا وتديني لداري وتهز معايا داك الكنز كامل وتديه معايا حتى هو. ما جا فيني كمل الهضره ديالو حتى لقى راسو وسط من دارو وقدامو الكنز كامل اللي كان في ديك الحفره. القراب كيتلافت هكا ولا هكا كيلقى راسو باقي شاد الحسكه ووسط من الدار ديالو ومعاه الكنز. ملي شاف هكاك وعرف راسو وسط من الدار ديالو شكر هذاك العفريت وطفى الشمعة الحمراء وشد هذيك الحسكه ولواها في واحد الزيف ودارها في هذيك الدربالة اللي كان لابس. الدربالة هي بحال الجلابة ولكن كتكون مشرقة ومقطعة كاملة. وهز هذيك الدربالة وخشاها في شي بلاصة ونساها. مشات ليام وجات ليام هذاك القراب ولا لاباس عليه وصلح دارو وكسى وليداتو وما بقاش كيمشي يدير تا قرابت. والخير فيض عليه من كاع النواحي. الجيران ديالو كيشوفوا السيد كان فقير ما عنده تما ياكل حتى ولا واحد من الاغنياء ديال البلاد والدار ديالو ولات فين وفين منين جاب هادشي كامل. فبحال حسدوه واحد شويه وكانوا كيتسناو غير شي مناسبه ولا شي حاجه باش يدوزوا ليه. واحد النهار هو يتفكر ديك الحسكه اللي دار في الدرباله مشى كيقلب على ديك الدرباله في البلاصه فين حطها ما لقاهاش. عيط على المراه ديالو قال ليها فين هي الدرباله ديالي. قالت لي راه كنت هزيتها من بلاصتها باش كنت غادا اللوحه راه كلها بالي ومشرقاش بغيتي بها والحمد لله نعم عليك الله بالخير وكل شيء عندك اش باقي باغي تلبس في ديك الدرباله. قال لي لا ضروري جيبي لي الدرباله. قالت لي راني ما لحتاش راه خليتها في واحد البلاصه اخرى كنت غنلوحها ولكن نسيت. قال لها جيبي لي الدرباله دابا بغيت نشوف. مشات جابت لي ديك الدرباله ديالو وعطاتها لي. ملي خدا عند مرتو الدرباله هو يجبد الحسكه وقال لمرتو صافي سيري في حالاتك. ملي مشات مرتو هو يجبد ديك الحسكه وهو يشعل الشمعه الصفراء. غير شعل الشمعة الصفراء وهم يخرجوا لي الحسنوات الجميلات كيغنيو وكيشطحوا وكيلعبوا وفرحانين بيه عاوتاني. وشوف لي الخوينز عجبات الشمعة الصفراء. المهم داك الليل كامل وهم كيشطحوا ويلعبوا فرحانين حتى كيوصل الصباح. غير كيوصل الصباح كيطفي ديك الشمعة الصفراء وكيختفي دوك الحسنوات. القراب بقى يوميا على هذا الحال غير كيتناس الليل كيجبد ديك الحسكه ويشعل الشمعه الصفراء ويحضروا الحسنوات ويقصروا وينشطوا مع راساتهم حتى للصباح. الجيران ديالو تاداو من داك الصداع والشطيح والريح اللي كاين في الدار ديالو وكما قلنا في الاول كانوا كيتسناو غير المناسبه باش يدوزوا ليه. مشاو شكاوه عند الملك ديال البلاد قالوا ليه داك السيد راه الليل كامل هو بالشطيح والرديح ومصدعنا وما خليناش ننعسوا. وثاني حاجه ما فهمناش هذاك السيد كان ما يكسب ما يعلم كان غا قراب حتى ولا واحد من الاغنياء ولا باس عليه ودارو فين وفين. الملك ديال البلاد ملي سمع هذه القصه
قال لهم جيبوا لي القراب. مشاو قلبوا عليه وجابوا لي. ملي جابوا لي القراب قدامه كيف وصل عنده لقى عليه السلام. قال له سيدي انت كيفاش كل ليله النشاط والشطح والريح مصدع عباد الله مخلي يمشي ناسو، وفوق من هذا الشيء كامل كنتي غير قراب ما تكسب ما تعلم حتى وليتي واحد من الاغنياء ديال القبيله، منين جاوك هاد الفلوس هادو كامل؟ القراب شاف تحيا قال له ودي الا قلت ليه راه نورت ولا كندير التجاره ولا هذا غيعرفني راني غير كذبت عليه. فقال حسن ليا نقول ليه الحقيقه، وهو يعاود ليه القصه ديالو من طقطق حتى السلام عليكم. المالك ملي سمح بان السيد عنده هذيك الحسكه وقادر انه يتحكم فيها ويحضر منها الجان ويحضر منها الحوريات والحسنوات ويضحكوا ويلعبوا كل شيء، هو يطمع واحد شويه وفكر بانه يزوجو بنته، وقال ليش بالك غادي نزوجك بنتي. القراب شاف تعيا وقال كيف ما كان الحال راني غنتناسب مع الملك، وهو يوافق انه يتزوج بنت الملك. المهم تزوج بها وداروا العرس ومشى باش يعيش معها في القصر ديال الملك. ولكن الخوينز ديال القراب العاده ديالو هي العاده ديالو، واخا تزوج بنت الملك غير كيتناص الليل كيشعل ديك الشمعة الصفراء وكيحضروا الحسنوات الجميلات وكيبقاو الليل كامل هما ناشطين وفرحانين ومقصرين وبخير وعلى خير. وفي نفس الوقت عمرو ما شعل الشمعة الكحلة ولا الشمعة الحمراء لانه ما بقى محتاج لا المال ولا لتا شي حاجه وكل شيء عنده. من بعد ما دازت 6 شهور على الزواج ديالو بنت الملك، بنت الملك طمعت في ديك الحسكه وبغات تاخدها باش تولي تتحكم في الجن اللي فيها. دبرت لي على واحد الحيله وخدت منه الحسكه وامرت الخدم والحشم يطردوه ويجريوه عليه من القصر. ولكن اللي ما كانش عارفاه هو ان هذيك الحسكه مرصوده غير لهذاك القراب، يعني مصوبه على قبله هو لانه هو الوحيد اللي فيه ديك المواصفات اللي كانوا طالبينها دوك الجن اللي كانوا حارسين الكنز. وما عرفتش انها لمشه تستعملت هذيك الحسكه راه غادي تقلب على خليان دار بابها. ملي الحشم والخدم جراو على القراب وخرجوه من القصر، خدات بنت الملك ديك الحسكه وما تشعل غير الحسكه الكحله، غير شعلت الشمعه الكحله ويخرج ليها واحد الجيش ديال الجن بقاو يعطيوها يعطيوها الليل كامل، وما جات فين يصبح الصباح حتى صبحت كلها عوجه. وصلت الخبر للملك وعرف اشنو وقع، وعيط على بنته وانبها على داكشي اللي دارت وقال لها هادشي اللي درتي ما كانش خاصك ديري، وطلب من الحشم والخدم ديالو وقال لهم جيبوا لي دابا القراب بغيت نشوف. جابوا لي القراب عطاه الحسكه ديالو وقال لي اسمح لي على هادشي اللي وقع من بنتي، داكشي علاش غادي نقول لك تقدر تطلق بنتي وتمشي ترجع لعند مرتك. داكشي اللي كان القراب طلق بنت الملك ورجع لعند المراه ديالو وطلب منها السماحه وعاود لها شنو وقع ليه مع الملك ومع بنته، وهكذا عاش هذاك القراب مع المراه ديالو في خير وامان. ومن ذاك النهار عمرو ما عاود السر ديالو لشي حد اخر، ومشات حكايتي من واد الواد وبقيت انا مع الجوال. وهنا كنوصلوا لنهايه ديال القصه، كنتمنى القصه هذه تكون عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه في فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم والسلام.